تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد مساء الخير يا أطفال. مساء. إذن مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. وانتم يا أطفال اللي رسلتونا باش تحضروا معنا في هذه الحصة، إذن الأصدقاء اللي رام يشوفوا فينا وحبوا يحضروا في هذه الحصة ما عليهم إلا يتوجهوا إلى موقعنا الأنترنت www.amoyazid.com بهذا الشكل. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن مرحبا بكم يا أطفال. على بالي باللي اليوم يوم مهم، في كل مرة نطرقوا إلى أيام عالمية ودولية مفيدة ومهمة. عبركم باللي في هذه الفترة كاين يوم عالمي للدور اللي تلعبوا الرياضة في تطوير السلم في العالم. على بالكم باللي الرياضة تطور السلم في العالم. إذن هذا اليوم العالمي هذا هو 6 أفريل نحتفلوا باليوم العالمي لدور الرياضة في تطوير السلم. يا أخي وأنا بهذه المناسبة هذه درت لكم مفاجأة. قبل ما نروحوا المفاجأة نطرح عليكم لغز الحصة. لغز اليوم، تحبوا الألغاز؟ لا. إذن لغز اليوم يقول: لديها رقبة ولكن ليس لديها رأس، من هي يا ترى؟ إذن لديها رقبة ولكن ليس لديها رأس. وانتم كذلك يا أطفال اللي راكم تشاهدوا فينا تقدروا تجاوبوا على اللغز عبر موقعنا الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن يا أطفال لديها رقبة وليس لديها رأس، فكروا إلى غاية نهاية الحصة على بالي بلي شاطرين. إذن يا أطفال أنا اقترح عليكم، درت أغنية أنا نحبها جدا جدا جدا. هذه الأغنية تتغنى ب ما هما الصفات اللي نحبوهم في صديقنا، واش نحبو الصفات اللي نحبو نوجدوها عند الصديق ولا عند الصديقة؟ تعرفي اسمك؟ تشوف واسمك بنتي؟ ريحانة. ها؟ ريحانة. ريحان، قولي لي ريحان واش هما الصفات اللي تحبي توجديهم عند صديقتك؟ السلوك الحسن. السلوك الحسن، هذه حتى في الأغنية نقول لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبة. واش هما الصفات الأخرى؟ أسنان جهنا، قل لي واسمك؟ عبد الغاني. عبد الغاني، واش تحب تكون عند صديقك؟ الصدق. الصدق، برافو برافو برافو. واسمك؟ عبد الرحمن. واش تحب توجد عند صديقك؟ يكون عطيا. يكون يعني يكون سخي. سخي، اوكي. اسند، شوف واسمك وليدي؟ تكون طيب القلب. طيب القلب، هذه تكون انت سمعت الاغنيه تاعي هذه، انت شاطر انت. اذا في الاغنيه نقول لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا وطيب القلب. يا اخي تحب يكون طيب القلب، اوكي. واش هما الصفات اللي تحبيهم؟ واسمك بنتي؟ اسني، واسمك انت يا سندس. سندس، واش هما الصفات اللي تحبي توجديهم في صديقتك؟ التعاون معها. التعاون، برافو 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 برافو. دوك تشوفوا الاغنيه راح نسيبوا فيها كاع هاد الصفات هادو. واسمك؟ كاميليا. كاميليا، نعرفوك الباحثه الباحثه. اذا كاميليا نكونوا متفاهمين. عبالك واش نقول في الاغنيه متفقان في امرنا. شكون اللي يقول لي تاني الصفات؟ لانه الصداقه على بالي بتهمكم كامل. واسمك؟ ايه. ايه، واش هي الصفه اللي تحبي توجديها في صديقتك؟ المحبه. المحبه المحبه،
انتيا واسمك بنتي؟ هالة. هالة، وش هما الصفات اللي تحبيهم في صديقك؟ التضامن. التضامن، انها تكون متضامنه معك. اذا علي جاي عندكم، واسمك؟ مروان. مروان، وش هما الصفات اللي تحبهم يكون في صديقك؟ لا تتشاجر معه. لا تتشاجر معه. وش هما الصفات اللي تحب يكون عند صديقتك؟ صالح. اوه صالح، جميل جميل جميل. وانت واسمك؟ ياسين. ياسين، وش هما الصفات اللي تحبهم يكونوا عند صديقك؟ حفظ الاسرار. حفظ الاسرار، برافو. وانتي واسمك؟ ريحانه. عاودي قولي لنا. مؤدب. مؤدب، برافو. قول لكم حاجه، قلتوا كاع الصفات اللي راني نقولهم في الاغنيه، قول لي صفات الامينه. ان يكون امين، برافو. دوك تشوفوا الاغنيه هذه، وش هما الصفات؟ يكون يفي بوعده. وفي الوعد. وانت؟ لا يكذب عليه. اوه صادق، الصدق. يلا يا اطفال نغنوا كامل مع بعض صديقي. يلا لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا للخير لي ناصح حين القلب طيبا. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا للخير لي ناصح حين القلب طيبا. صديقي 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 أخي ورفيقي. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. صديقي 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 أخي ورفيقي. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. صديقي 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 أخي ورفيقي. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. صديقي 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 أخي ورفيقي. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. صديقي 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 أخي ورفيقي. لي
صديق صالح حسن السلوك مؤدبا للخير لي ناصح حنين القلب غيبا لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا للخير لي ناصح حنين القلب غيبا صديقي 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 أخي ورفيقي برافو. وش رايكم يا اطفال درك نروحوا نكتشفوا شخصيه مهمه في الكفاح المسلح ابان ثوره التحرير مع نور الهدى؟ راح نكتشفوا شخصيه عبد الحفيظ بوصوف. يلا معي. مساء الخير يا اطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياه المجاهد عبد الحفيظ بوصوف. ولد عبد الحفيظ بوصوف في مدينة ميلا، كانت عائلته الفقيرة تمتحن الفلاحة. التحق بالمدرسة الفرنسية في سن 8 سنوات تقريبا، حيث زاول دراسته فيها وتحصل على الشهادة الابتدائية. انخرط في صفوف حزب الشعب مدينة ميلا وأسس بها خلايا تضم مجموعة كبيرة من مناضلي المدينة، ومنهم الأخضر بن طوبال وعنان دراجي. كان بوصوف يجتمع بالمناضلين بمنزله الذي كان ملجأ لمختلف الوجوه الثورية والسياسية التي فجرت ثورة 1954. في عام 1944 عن انضمامه إلى حزب الشعب الجزائري بقسنطينة، تعرف على محمد بوضياف والعبي بن مهيدي وبن طوبال وغيرهم. عند اندلاع الثورة الجزائرية عين نائبا للعبي بن مهيدي بالمنطقة الخامسة وهران مكلفا بناحية تلمسان. في عام 1950 تحول إلى العمل السري أولا في مدينة كيكدا ثم في منطقة وهران. بعد مؤتمر السمم عين وزيرا وزير للاتصالات العامة والتسليد في الحكومة المؤقتة. أسس جهاز المخابرات الجزائرية عام 1957 ولقب بأب المخابرات الجزائرية. لقد استطاع جمع 8 مليارات فرنك فرنسي قديم في عهد الثورة الجزائرية بفضل حنكته ودهائه. وقد تمكن رجال عبد الحفيظ بوصوف من الحصول على الأجهزة وفي العديد من المرات التجسس على اتصالات بين الوحدات الفرنسية واكتشاف الكثير من أسرار الجيش الفرنسي. توفي عبد الحفيظ بوصوف في 31 ديسمبر 1980 في باريس، وخصصت الحكومة الجزائرية طائرة خاصة لنقل جثمانه إلى الجزائر. برافو 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 نور الهدى، برافو برافو برافو. يا أطفال تحبوا الألعاب السحرية؟ إذن راح نروحوا مع أمو يوز في ألعاب الخفة. يلا أمو يوز تفضل، جانا من مدينة بجاية.
برافو 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 برافو. عجبكم عمو يزيد أطفال؟ نعم. هل تحبوا الحكاية تاع عمو يزيد؟ نعم. إذن يا أطفال رايح دركا نحكي لكم حكاية الصياد الحالم، يلا معايا. يا أطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم اليوم حكاية الصياد الحالم. واحد النهار كانوا زوج تاع الصيادين في قارب، كانوا يصطادوا، كانوا يمشوا هكذا في البحر ويصطادوا. فجأة كرموا الشبكة والسنارة تاعهم ولات تقيلة، ولات تقيلة هكذا في وسط البحر. واحد صاحبه قال له هذا ما يكون إلا كنز. واحد صاحبه قال له لا لا، قالوا بلك راهي حاصله في حجره، بلك هي حاصله في كانش انكر قديم، كانش في حشيشه في حاجه. قالوا لا 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 لا، هذا ما يكون الا كنز، وسير صبنا كنز. ومعروفين يعني الاساطير تاع الكنوز في البحار وكذا، كي تسمعوا بها. اذا بعد بقى مع صاحبه يعقل فيه، يقول له لا لا، هذه ما تكون غير عالقه في حجره ولا في حاجه، ولا هذا ما يكونش كنز. قال له لا لا لا، هذا سير كنز. وانا اصر قاعد يجبد 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 يجبد. كي يجبد هكذا يقول صاحبه عاوني يجبدوا هكذا، من بعد البابور هذاك يجي هابط كامل يتعمر بالماء يعاود يطلع. ومن بعد كان جاي واحد العاصفه، قال له صاحبه هذاك العاقل، قال له راهي جايه عاصفه شفناها في الارصاد الجويه، قال له لازم نروحوا من هذا المكان. قالوا لا لا، انا نقعد هنا. قالوا انا هذا الكنز هذا اللي حكمته واحد ما يديه لي، وبدانا هذا الكنز تاعي والكنز صبته. قالوا ما كانش الكنز. قالوا بالك راهي في حجره. قالوا لا لا، سير كنز. وقعد هكذا. ومن بعد ما قدروش يطلعوه. من بعد بدات تقرب هذيك العاصفه، ومن بعد قال صاحبه راهي قاروره الاكسجين، دوك نلبسها ونهبط لتحت، البس لي بالم ولبس قاروره الاكسجين وهبط وهبط في البحر. هبط صاحبه قالوا لا لا، خطيك 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 خطيك. ومن بعد هبط لتحت. كي هبط هكذا بدا يحوس، كي جا باش يسلك يشوف وراه عالقه هذيك السناره هذيك، حصل قاعد حاصل لتحت. ومن بعد هذاك صاحبه شافو ما طلعش. اذا عيط للنجده باش يجوا للاسعاف. اذا جاوا بالبابور نتاعهم الحمايه المدنيه، جاوا بسرعه. قال لهم صديقي راهو لتحت ما طلعش، راهو لتحت عنده قاروره الاكسجين، ولكن قاروره الاكسجين عندها وقت وتخلاص. هبطوا موراه هكذا، صابوه قريب يموت. صابوه حاصل في واحد الحجره، هذيك السناره كانت حاصله في الحشيش هكذا لتحت في الحجره ومدوره عليها الحشيش هكذا. من بعد طلعوه هكذا، هما يطلعوه حطوه في البابور ديالهم هكذا ورقدوه. ومن بعد قعدوا يديروا له في المساج ارتيفيسيال في التنفس الاصطناعي، نحاولوا الماء من الرئة تاعو. ومن بعد داوه للمستشفى. يومين هو في المستشفى، غدوة من ذاك راح له صاحبه. دخل هكذا صابوه هكذا، قالوا ما نزيدش كاع نعاود. لا 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 لا، قالوا نقول لك حاجه، قالوا كان تزيد تعاود ولا تقول لي كنز ولا تقول لي هذا، ما تزيدش تكون صاحبي، ما تزيد تكون صديقي، ما والو. قالوا لا 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 يا صديقي، خلاص تبت انايا، ما كانش لازم ندير هكذاك. عمو يزيد، تسمى العبره اللي ناخذوها من هذه الحكايه تقول لا تترك الطمع يسيطر على عقلك مهما كانت الظروف. بالضبط. هذا نسموه يا اطفال الطمع الاعمى. الانسان ما لازمش يكون عنده طمع اعمى، لازم دائما يحكم عقله ودائما يكون رشيد، دائما 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 يا اطفال. يا اخي يا اطفال، واش رايكم دركا نروحوا الجواب على اللغز؟ تحبوا؟ اذا اللغز قال لا، لديها رقبة ولكن ليس لها رأس. ما هي؟ قلنا تشوف الكاميرا. ما هيش الكاميرا؟ وانت ما عندك جواب تعرف. واسمك دليل. والدليل شحال في عمرك دليل؟ 4 سنين. وتعرف الجواب؟ لا وش هو؟ كاميرا تانية. اوكي، لديها رقبة وليس لديها رأس، ما هي؟ ذكرنا باسمك؟ تنهينان. من جيتي تنهينان؟ من تيبازا. من تيبازا، واش راكي لابسة تنهينان؟ جبة قبايل. اوه روب كبير، هايلة 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 هايلة.
قولي لي تنهينا عندك الجواب. ايه. واش هو؟ الساق تاع الوردة. الساق تاع الوردة. لا لا قريب ولكن لا لا. لديها واش هي؟ رصاصة. واش هي؟ رصاصة. لا لا ماشي الرصاصة. انتي شاطرة بزاف انتي يا جبل ربي. قولي لنا تشوف. نورمالمون اليد. ماشي اليد. دقيقة دقيقة ندورو. ذكرنا باسمك. ذكرنا باسمك. ياسمين. ياسمين. مسطرة. لا لا ماشي المسطرة. استناو دقيقة. بالك هذه شاطرة واسمك؟ ريحانة. ريحانة. ريحانة شاطرة مقبلة جاوبتينا شحال من مرة. واش هي؟ طبة. واش هي؟ طبة. طبة؟ لا لا ماشي الطبة. ماشي الطبة. لا لا جاوبت أنت. أنت تعرف واسمك؟ عبد الغني. واش هي عبد الغني؟ البقرة. ماشي البقرة. ماشي البقرة. العكازة. ماشي العكازة. ماشي العكازة. واسمك انت يا؟ سندس. سندس. مين جيتي سندس؟ من تيبازا. تيبازا تاني. واش كي لابسه؟ قولوا لها. معلش معلش راكي لابسه روبا هايله. هذه هي واسمها روبا هايله. واش هي الاجابه؟ شجره. ماشي شجره. ماشي شجره. قولي لي انت يا واسمك. وقفي 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 وقفي. عجبتك الطوموبيل هذه؟ واسمك ريتاج؟ شحال في عمرك؟ 4 ans. 4 ans. واسمها 4 ans بالعربية؟ 4. 4 سنين؟ 4 سنوات؟ 4. 4. برافو. واش هي الجواب؟ كاميرا. ماشي الكاميرا. ماشي. واسمك انت؟ حسدي. ها؟ حسدي. شحال في عمرك؟ 8 سنين. واش هو الجواب؟ نحلة. لا لا ماشي النحلة. ماشي النحلة. ما عرفتوهاش انتوما شاطرين هكذا. لديها رقبة ولكن ليس لديها رأس. هذه حاجة نشربوا فيها. يلا نعاونكم ميا. عرفتوها. أبو يزن. الكأس. ماشي الكأس. قريب. قولي لي. القرعة. القرعة. القارورة. القارورة. هي القارورة. كلاس. روحي بنتي تعالي. تعالي. إذا الجواب على اللغز كان القارورة. لديها رقبة ولكن ليس لديها رأس. على بالك إحنا نمدوا هدية لكل طفل ولا طفلة يجاوب عن اللغز. وهذه الهدية تتمثل في سيدي مدرستي لأغاني الأطفال إن شاء الله يفيدك، وكذلك قبعة مع أمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة إن شاء الله. بالتوفيق بنتي. شكرا. تفضلي. الله يخليك. الله يخليك. يا أطفال أنا رح نقعد لهيك، واللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي. يلا عندك غنية؟ أروحي ملا. هيا أروحي أروحي نبدأ بك. هيا ما نقدرش نخلو وحدة شابة كيما أنت هكذا. أروحي أروحي أروحي. هيا 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 أروحي. أوه فوالا برافو. أروحي بنتي أروحي عندي أنت يا الشابة الشابة. حاولي قولي لي اسمك. ريتاج. ريتاج. في عمرك 4 ولا 4 سنين؟ 4 ans. و 4 سنين. لا لا اوكي. يلا غني لنا الاغنيه. ارسم ماما ارسم بابا بالالوان، ارسم عالمي فوق القمم انا فنان. برافو برافو برافو. شاطره شاطره شاطره. الله يبارك. لا يبارك. أروحي أنت يا بنتي لكن هيك. أروحي تعالي. أطلعي في طوموبيل. أطلعي في طوموبيل. عسينا هذيك طوموبيل. أروحي بنتي تعالي تعالي. نحولك النبولات. تفضلي بنتي قعدي قعدي قعدي. واسمك؟ هالة. هالة. شحال في عمرك هالة؟ ست سنين. 5 ans. 6 سنوات. الله يبارك. أحكينا النكتة تاعك. واحد الخطاط كانت عصفورة وعصفور، وهذاك العصفور يقدر يطير. قاتلو عصفورة وعلمها الطير الشجرة قالها بسكو ما قدرش يطير هو يقدر يطير. شكرا شكرا شكرا. تفضلي بنتي. الوحوري. تعال. واسمك؟ ياسين. ياسين. شحال في عمرك ياسين؟ 10 سنوات. احكي لنا النكته تاعك. قال لك واحد مشحاح بنا دار،
وخلى 41 دور تحت هذيك الدار، حوس عليها ما لقاهاش كسر الدار ديالو كاع يتيك فيلا الشباب شي. مش حوس على 40 دور بشحال بزاف هذا. شكون؟ اروح يا بنتي تعال تعال اروح يا الشابة اقعدي. ذكريهم باسمك. ياسمين. ياسمين احكي من الميكرو. ياسمين شحال في عمرك؟ 8 سنوات. وين تسكني؟ دال ابراهيم. دال ابراهيم. واحد النهار كان واحد الراجل مس مرتو قاعد يبكي بكي بكي بكي، قالوا الايمان ما تبكيش دوك تحرقها، قالوا هذا واش نحوس عليه. اروحي بنتي اروحي. اقعدي كاميليا. هذه كاميليا الباحثه تاعنا هذه. وين تسكني كاميليا؟ في دال ابراهيم. في دال ابراهيم. قال لك واحد الخطره واحد البوليسي والبوليسيه تزوجوا، كي جابوا بيبي سماه بروزي. بروزي. يلا يلا اللي ما جاش. اروحي انت يا بنتي تعالي تعالي. عندك اغنيه واسمك؟ خلود. خلود شحال في عمرك خلود؟ سبعه. غنينا الاغنيه تاعك. اي واش الاغنيه؟ نسيتها. معليش كنت تفكريها. روحي بنتي معليش. اروح انتايا تفضل نقعد. عندي نكته. احكي لنا نكته. اسمك؟ مروان. واحد الولد قال للمراه جيب لي علامه تعالى، وبعدها قالها صحة وقالها اه، وبتكرر قالها طاطا وصلوا علامات، قالوا شنو علامات؟ بداخت وبدعت السبيطار، وبتقالوا لها ما تخافيش، وبدعود تغاشت، وكي عودت راضت قالوا لها سلامات، وكي جاء ولادها قالوا شبيكي ماما قلنا لك بيصروا علامات وسلامات وما تخافيش وخفتي سلامات وعلامات. أروح أبنت. تعال ذكريهم باسمك. تنهينان. تنهينان شاطرة. احكي لنا النكته تاعك. قال لك واحد الراجل سقسى صاحبه مزير بزاف، قال له انت لو كان يكون البرد واش دير؟ قال له نروح نقعد قدام الفرن. قال له لو كان يزيد البرد؟ قال له نقرب للفرن. قال له لو كان يزيد البرد؟ قال له نشعل الفرن. ما كان شعله مزير هذا. يا اطفال الحقنا لدرك الركن عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد ريحانة. أروحي ريحانة تعالي 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 بنتي سنندني وهذا الطنوبيل هذه فوالا. أروحي ريحانة. إذن احنا رايحين نغنوا ريحانة عيد ميلاد سعيد، وأصدقائنا رايحين يروحوا يجيبوا لنا القاتو. يلا نغنوا كم ريحانة، تعالوا التحقوا بيا. أروحي ريحانة هنا بنتي فوالا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه
بلاد الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة إذن ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة زوج واحد يلا برافو 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 برافو. إذن يا أطفال كما وعدتكم كل طفل يشارك في الحصة رايح يتلقى هكذا بوستر وشهادة شهادة مشاركة في الحصة شهادة عرفان على المشاركة في الحصة وهذه الشركة وهاد الشهادة راهي باسم ريحانة أوكي إذن يا أطفال وانتوما كم راح تلقوا شهادة هكذا في نهاية الحصة تفضلي ريحانة بطول العمر إن شاء الله أوكي إذن قطعينا الكاتو اختر حبينا ناكلو حنايا وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت سلام لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد